وابدا نستعين مشاهدينا متابعينا الكرام، أرحب بكم وبحضرتكم من جديد وانطلاقة الشوط الخامس للقعدان الحقايق ضمن تحديات ومنافسات ميدان الوثبة، مباشرة مع المركز الأول لأتابع شاهين هلال بن سعود بن حميد الدرعي من يقدم شعار المركز الثاني، أتابع المتحد عبيد بن رملي بن محمد العامري هو القادم، بينما المركز الثالث أتابع شاهين علي بن سالم بن عوي الشامسي هو القادم، بينما المركز الرابع أتابع الشامي راشد بن سالم بن حمد آل فهيد المري هو القادم، بينما المركز الخامس أتابع قماري فهد بن راشد بن سالم المدهوشي، بينما المركز السادس أتابع الحضور والقادم مرموق عبيد بن سالمين بن كردوس العامري، المركز السابع شجاع هو القادم مبارك بن صالح بن عايض السالم العفاري، يا سلام، بينما القدوم مع المركز التاسع أتابع انطلاقة وحضوري في هذه اللحظات القادم مجري محمد بن علي بن محمد الجابر المري، انتقل إلى المركز العاشر لأتابع انطلاقة في هذه اللحظات القادم والحاضر مغادر سهيل بن محمد بالحطم العامري قادما بشعاره، نعود بعد النداء الأول إلى مقدمة الشوط وإلى شاهين هلال بن سعود بن حميد الدرعي، يقدم لنا شعاره يحتل المركز الأول يحتل الصدارة، بينما القادم مجري محمد بن علي بن محمد الجابر المري بدأ يقترب في هذه اللحظات، يقدم مجري قادم المركز الثالث بالنظيمة قادم بشعاره، ليقدم لنا المارد مبارك بن حمد بن علي علي ديلي بالنظيمة وشعار الشوط الرئيسي، ولكن مجري ما زال مع الصدارة محمد بن علي بن محمد الجابر المري، ولكن بالنظيمة مع المارد مبارك بن حمد بن علي علي ديلي بدأ بالمغادرة، الله يا بالنظيمة ماذا تفعل في ميدان الوثبة، يقدم لنا شعار المارد غادر بالفوز وبالناموس بالنظيمة وشعاره، المارد بإنجازاته المارد ببطولاته، ما شاء الله تبارك الرحمن على المارد مبارك بن حمد بالنظيمة، صاحب نقطة في ميدان المرموم وميدان الوثبة، سلام اليوم يكرر النقطة الثالثة، إنجازات وبطولات يا بالنظيمة المارد تهانينا والناموس لمالك المارد مبارك بالنظيمة، المركز الثاني القادم مجري محمد بن علي بن محمد الجابر المري، المركز الثالث وصل مع المركز الثالث المتحد عبيد الرملي بن محمد العامري، والمركز الرابع البارع مطر بن محمد بن دحروي العامري، والمركز الخامس
المركز الخامس مبهر هادب بن حمد بن عفصان المنصور. إذا تهانينا والناموس لمالك المارد مبارك بن حمد بن علي بن نظيمة اليديلي. قدم المارد كما قدم اليوم في الشوط الرئيسي. العفريت تهانينا والناموس. 4:26 ثمانية أجزاء من الثانية تهانينا والناموس لمالك المارد. بينما المركز الثاني كان مجري محمد بن علي بن محمد الجابر المري. وتوقيت وزمن 4:32 أربعة أجزاء من الثانية تهانينا والناموس. المركز الثالث كان المتحد عبيد الرملي بن محمد العامري. وتوقيت 4:32 أربعة أجزاء من الثانية أو في انتظار التوقيت الزمني للمركز الثالث بشعار بالرملي. 4:35 ثلاثة أجزاء من الثانية. والمركز الرابع كان متابعنا الكرام البارع مطر بن محمد بن دحروي العامري. وتوقيته الزمن 4:35 ثلاثة أجزاء من الثانية. والمركز الخامس مبهر هادف بن حمد بن عفصان. وتوقيته الزمن 4:35 أربعة أجزاء من الثانية تهانينا والناموس للجميع.